بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقاء وأحبابي، مرحبا بكم. صديق النعمة ينقلب بزوالها، إيه رأيك في اللوحة ديت؟ نشوف نكتبها إزاي بخط أرجع. شوف مع بعض كده، بسم الله. هنكتبها طبعا، هننفذها بالجواش الأبيض والبوصة أو القلم البسط على الخلفية الجميلة ديت. طبعا التصميم الفيديو ده كامل بيتنفذ بطريقة الكرومة، هنشوف مع بعض كده. ادي حرف الصاد، سنة الصاد يا جماعة تبقى مايلة رفيعة على في اتجاه يمين فوق كده، موزع لجسم الصاد. الدال بطلع لفة يا جماعة، دوران كده، مفيهاش سنة، مفيهاش مدبب. بعد كده برسم باسم الدال بالشكل ده، بقفله بسن البوصة. ص د الصاد والدال، الياء قاف هحطها فوق ال هحطها فوق ال الصاد والدال كده اهيت، والف الشكل ده واطلع اخد النقطتين بتوع القاف. كلمة صديق طبعا خط الرقع بيكتب كتب مرسل يا جماعة، بس ده تصرف بالنسبة للتصميم كده. صديق النعمة حرف الألف، حرف الألف الرقعة، شكل مستطيل، مستطيل مفهوش أي ليونة. أدي اللام، النون، العين بطلع فوق على الشمال كده، بلف وانزل بالشكل ده ورفيع البوصة. ادي الميم اهيت. بص يا جماعة، باخدها هي اليد شكل الخنجر كده، سميها هاء خنجرية بالشكل ده، مفتوحة مش ملمومة، ده مربوطة اهيت. تاجي لتحت، النعمة، صديق النعمة، النقطة بتاعت النون والتاء، نحط النقطتين قصاد نقطتين بتوع صديق. شوفوا بقى الجديد في الموضوع بقى اللي انا اللي هيحصل دلوقتي. يا ريت ان عجبكم الموضوع ده يا جماعة، يا ريت اعرف رأيكم في التعليقات. كلمة ينقلب، ينقلب انا فكرت فيها ان انا اعملها كلمة مقلوبة عشان تدل على وضع الانقلاب نفسه، على وضع الانقلاب نفسه. كلمة ينقلب هنكتبها بالمقلوب، المقلوب بالشكل ده اهيت، حرف الياء ناخدها من الشمال لليمين ومن فوق لتحت يا جماعة اهيت. الياء، النون، وطبعا ده يا جماعة بتيجي بتدريب الطريقة ديت أو طريقة الكتابة بالمقلوب ديت، بتيجي بالتدريب من المتكرر أكتر من مرة. أدي أظبط اللام، قاف اللام هات، بنزل بزاوية قائمة زي ما تصل الرقعة. أدي اللام ينقلب، الباء بجيبها من فوق كده في فراغ بينها وبين السطر برضو بالنسبة لحرف الباء، اتصال حرف الباء باللام. وادي حرف الباء اهوت، بلفها ايوه كده بالشكل ده. ادي حرف الباء ينقلب، طبعا معبرا هي مقلوبة يعني. طبعا اصدقاء النعمة كتير جدا يا جماعة في الدنيا، اللي هو يعرفك عشان عندك طلب ليه او حاجة هتقضيها له او حاجة هيستفاد منها، مجرد تزول هذه النعمة أو يخلص هذا الطلب ينقلب عليك كأن شيئا لم يكن، نصبح من عدو، من صديق إلى عدو. إيه رأيكم في الفكرة ديت؟ يا ريت أعرف رأيكم في التعليقات. يبقى صديق النعمة ينقلب
ينقلب بإيه؟ بزوالها، بزوال النعمة، بطلب خلص كده يعني. ادي الباء، وادي الزاي بالشكل ده، برسم القاعدة بتاعتها. الباء زي بالشكل ده، النقطة اللي هي الركعة جماعة مستطيلة ماشي، بزوالها الواو اهوت، الواو برسم النهاية بتاعتها والدب بتاعها بالشكل ده. صديق النعمة ينقلب بزوالها. بس طبعا يا جماعة ما تنكروش ان تصميم الفيديو شكله جميل جدا، طبعا برضه شغل المونتاج انا اللي بعمله يا جماعة. احنا يا جماعة من الاخر 7 صنايع، والبخت موجود ان شاء الله بإذن الله. بزوالها، ادي حرف الواو الف، بجيب اللام موازية الألف كده، وأعمل الهاء معلقة، يعني الهاء بنزل على طول من اللام في جنب البوصة كده، وبعد ما أخد بسيف البوصة الاتصال دوت شكل 7 كده، وأركب عليها الألف بالشكل ده. يبقى صديق النعمة ينقلب بزوالها، بظبط. البطل والشياع اللي مستمر معايا لحد دلوقتي، يا ريت يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب يا جماعه، ويا ريت لايكات كتيره للفيديو عشان يوصل لناس كتيره، عشان ننشر هذا العلم، علم ننتفع به، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل ثواب هذا في ميزان آباءنا وأمهاتنا رحمة الله عليهم، وأموات المسلمين جميعا إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله الله سبحانه وتعالى يفرج عنا ما نحن فيه، وينصر إخوتنا، ويمكن لهم يا رب العالمين. سعيد طبعا، سعيد سليمان طبعا أمضى برضو بالمقلوبة يا جماعة. يا ريت يا جماعة ندعم المحتوى، ومحتوى الخط العربي مهم جدا 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 جدا، لأن الخط العربي يا جماعة من أرقى الفنون الموجودة على وجه الأرض. تقبلوا تحياتي وتقديري واحترامي، وحبايبي وأصدقائي المشرفيني في القناة المنورين، ألقاكم في فيديوهات كثيرة جدا جديدة ومفيدة للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.